السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها الآن عن أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا الذي نشب فيه قبل قليل وجاري حصر الخسائر، وتابعت في بيان لها: تؤكد على جميع السادة أن المكان الذي سوف ينعقد المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق.